بتاعت ماتش الانتاج الاهلي والانتاج بتاعت وليد ازارو ده كان. طيب خلينا نروح لمداخله مهمه جدا مع الكابتن سمير محمود عثمان طبعا الحكم الدولي الكبير. يا كابتن سمير مساء الخير عليك. مساء نورك يا سمير، وكل سنه حضرتك طيب وكل سنه جميل. يعني حاجه جميله بصراحه واستمتعت بيكم في الكابتن. منورنا يا كابتن سمير. هل اقتربت فعلا من تولي رئاسه لجنه الحكام باتحاد الكره؟ قول لنا الجديد ايه؟ بص يا كابتن امير، يعني في كل صراحه حتى هذه اللحظه انا بسمع زي حضرتك سواء في المواقع او في البرامج التلفزيونيه. تمام. انما لسه ما فيش اي حاجه رسميه ولا في اي حد كلمني لسه. انا متابع للاخبار ولسه ما فيش حاجه بصراحه رسميه او غير رسميه حد كلمني فيها. طيب في حاله ان حد اتكلم مع حضرتك يا كابتن سمير، هل عند حضرتك الحماس الكافي لتولي هذه المسؤوليه الصعبه جدا جدا والمهمه في نفس الوقت في الكره المصريه؟ بصراحه يعني اتمنى طبعا لو ده تم يا كابتن امير، طبعا شرف ليا ان اكون في مكان زي ده، وده هيجي تكمله للناس اللي سبقوني، كل اللي جاني اللي سبقوني بالناس اللي موجوده. تمام. عشان اللي عاوز ينجح في مكان يا كابتن امير ما يبتديش من الصفر. طبعا ما ينفعش حد يبتدي من الصفر، لازم تبتدي صح من الناس اللي كانوا لسه شغالين. تمام. وهم وصلوا للنقطه ايه وتكمل عليها. وانت بقى الخطط بتاعتك ومع الموارد المتاحه اللي تقدر تشتغل بيها. انما زي ما حضرتك قلت هي مسؤوليه صعبه جدا، بس طبعا بتبقى سهله في حاله واحده لو الحكام داخل اللجنه او خارج اللجنه بيتفقوا معاك وبيساعدوك. طيب. مفيش واحد يقدر ينجح في مكانه. اكيد. طيب كابتن سمير، حتى الان حضرتك ما توليتش المسؤوليه، لكن في حاله توليك المسؤوليه ان شاء الله بشكل رسمي، ايه ابرز الملفات او ابرز الامور اللي هيتم العمل عليها لتطوير مستوى التحكيم المصري؟ وحضرتك اكيد كنت متابع بشكل كبير جدا الاخطاء التحكيميه الكبيره على مدار الموسم الماضي. بص يا كابتن امير، السؤال بتاع حضرتك ده صعب جدا ومهم جدا في نفس الوقت. تمام. الموضوع مهم جدا، احنا عندنا حاجتين. اول نقطه، لازم تدير المسابقه بشكل كويس وتبقى طرف جيد لنجاح المسابقه. طبعا. تمام. النقطه الثانيه، حضرتك عندك لازم تبقى فيه خطط متوسطه الاجل وقصيره الاجل عشان تقدر تبني حكم. اكيد. الحكم الجيد اللي تطلعه يعني افضل لجنه في الدنيا ممكن في الموسم تطلع عدد حكم واحد بس. انت لو اللجنه في الموسم طلعت حكم واحد او اثنين تبقى اللجنه دي انجزت. طبعا عندك مسؤوليه كبيره جدا، انت لازم تعتمد على الحكام الموجودين اللي هم اللي بيحكموا وتشوف ايه الحاجات اللي ممكن تقدر تساعدهم. مع طبعا دفعه الوجوه الشابه الجديده. ازاي تخلص رقم واحد مساعده بين الانديه والاعلام. كل نادي طبعا عاوز الفرقه بتاعته تكسب. تمام. مش هيستحمل اخطاء الحكام، وعندنا في نغمة على طول بنقول ان الحكم خطا بشر وبيخطا. طبعا الحقيقه دي حقيقه، بس الناس مش متقبلها. يعني الناس بيقول لك الحكم هو اللي فعلا استفدت ايه؟ هو لازم يفهم ان الحكم فعلا ما عندوش تعمد. الدليل على كده يا كابتن الدليل، انت عندك المهاجم مثلا المفروض في كل كوره يحرز هدف، بس ولا غلط؟ طبعا الناس كلها بتشوف كده شويه. هو اخطا لعدم توفيق. طبعا هو موضوع كبير جدا يتطلب يعني كل الناس تساعد القائمين في اللجنه، سواء فلان جه او اي حد ثاني جه. مساعده اعلاميه، لازم تبقى اتحاد كوره قوي جدا معاك ويدعمك دعم قوي جدا. صح صح. عشان تبقى في العقاب والثواب سواء على اللعيبه او المدربين او الحكام. طيب كابتن سمير، حضرتك بتشوف اخطاء الموسم الماضي بالنسبه للحكام المصريين، هل دي متعلقه بعدم التوفيق ولا دي امكانيات الحكم المصري؟ ولو دي امكانيات الحكم المصري كيف يتم تطويرها؟ تمام. الاخطاء، معظم الاخطاء اللي حصلت في كابتن امير السنه اللي فاتت اخطاء عدم التركيز غير عادي. عدم التركيز يعني في مباريات اتفرجنا عليها والحكام كبار كانوا بيحكموا فيها ما كانش في تركيز، الاخطاء كانت واضحه جدا، الحكم للاسف ما كانش مركز. ايه هو التطوير بتاعها؟ التطوير واضح جدا، لازم الحكم رقم واحد يبقى لابسه قدميه عاليه جدا، ياخد ذهنيه عاليه جدا، لازم يبقى مركز في كل المباريات ويهتم بالمباراه بتاعته فقط، ما يهتمش وفلان هيقول ايه بعد الماتش عليه، ايه الاجهزه الفنيه اللي هتهاجمه او مش هتهاجمه. المفروض كل حكم عنده مباراه يركز فيها فقط. اما بالنسبه للتطوير، لازم يبقى في طبعا لجان تطوير شغاله في لجنه الحكام، لازم برضه يتم اعاده النظر فيها. هل هدفها ايه؟ هدفها انها تطور من اداء الحكم الموجود ولا تطور اداء حكم لسه قاعد في كل
المباراه اللي جايه. طيب يا كابتن سمير انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، وان شاء الله باذن الله اتمنى لك كل التوفيق في حاله توليك رئاسه لجنه الحكام بالاتحاد المصري لكره القدم، لانه في الحقيقه قيمه كبيره جدا يا سعيد، اكيد تتفق معايا الكابتن سمير محمود عثمان، واعتقد هو ابرز الاسماء